الطي والنشر نوعان. النوع الأول أن يكون النشر مرتبا على الطي. النوع الثاني أن يأتي النشر غير مرتب، كما في قوله تعالى: فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. قال: فمحونا آية الليل. ما هي آية الليل؟ القمر. وجعلنا آية النهار مبصرة، آية النهار الشمس. ثم لم يرتب، قال: لتبتغوا فضلا من ربكم، هذا يعود إلى النهار. ولتعلموا عدد السنين والحساب، هذا يعود إلى القمر. قال تعالى: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.